اهلا وسهلا اليوم بدنا نعلمكن حرف صوتي هالحرف اسمه او ويقدر ان لفظ قصير وطويل وفي هالفيديو بدنا نعلمكن شلون ان لفظ طويل مثل بالكلمه راديو شوفوا شلون ان لفظ بالالماني اوفن موس لوت نتو هل او لفظ طويل يعني لفظ طويل او يكون مكتوب قبل حرف ساكن واذا ما تخزرو تلفظوها وفيها صعوبه جربوا احكوا او طويله وحركوا ساكن شوي لتحت وشوفوا مثل بالفيديو ما في كتير صعوبة صح؟ أني تنجرب هالكلمات كمان لوس دوز خوف شوفوا وتعلموا ولا تقلقون لأنه ما في كتير صعوبة أوكي؟ باي باي وإلى دراسة القادمة